خوتك ياك انت باغي تلعب معاهم غادي كلو لما درتش الكيم مشي العضلات ديالو غادي تشد ولكن كنش هاد الوليدين باش نلعبو وكنصدم عليهم ما خرج بعدايا اليوم كنقوموا بواحد القافله طبيه اللي غيستافدوا منها الوليدات ديال النصر اقليم النواصر من 8 سنين حتى 15 عام ذوي احتياجات الخاصه اللي ان شاء الله غتكون واحد مواكبه من اطباء مختصين من مركز التدخل المبكر متعدد الاختصاصات. ومن هذا المنبر كنشكر السيد المندوب الحمايه الاجتماعيه من اقليم النواصر اللي ساعدنا والمدير ديال الهلال الاحمر والمسعفين ورجال السلطه ولا كاع الناس اللي ساعدونا من مستشارين كلشي كنشكرهم من هذا المنبر. وان شاء الله نتمنى تكون هذه القافله طبيه استفاده لجميع الاطفال. شكرا. ضروري غيكون واحد التتبع ان شاء الله من طرفنا من طرف كجمعيه سند للتنميه البشريه والاجتماعيه ولا الاطباء اللي كاينين ضروري لان كانت النسخه الاولى اللي كانت دازت العام اللي فات في 2022 في شهر جوج والحمد لله الدراري راه اندمجوا دخلوا ديار ايوب وراه دابا تيقراوا والحمد لله كاينه متابعه وكنا قمنا ب بالنقل لهاد الوليدات راه دابا يخرج النقل اللي غيولي ان شاء الله اللي غيوليو باش يمشيو ويجيو وهاد الوليدات اللي باقيين تاهما بغيناهم يندمجوا لان كاينه كثره الاعاقه هنايا في النصر وما كاينش الاباء ما تيعرفوش كيفاش يتعاملوا مع هاد الوليدات. السلام عليكم، معكم نهاج الهام رئيسة جمعية التدخل المبكر للأطفال في وضعية إعاقة وأخصائية نفسية. احنا مجتمعين اليوم باش لواحد الحملة تشخيصية للأطفال اللي هما محتاجين اللي هما في وضعية إعاقة سواء الأطفال المتمدرسين أو الأطفال اللي هما ماشي متمدرسين. إذا المركز الصحي النصر التابع لمندوبية إقليم النواصر كيتشرف اليوم بضم واحد القافلة طبية اللي كتستهدف واحد المجموعة ديال الأطفال ذوي الإعاقة الحركية السمعية والبصرية. هاد القافلة هذه تجند لها واحد المجموعة ديال الأطر الطبية مجموعة ديال الاختصاصات منهم لي زورتوفونيست لي بسيكوموتريسيان. دونك الهدف هو أننا هاد الدراري هذا أننا نقوموا بالإعادة ديال الإدماج ديالهم بواحد نقوموا مجموعة ديال الترويض. الهدف من هذه الحملة هذه كان هو واحد المجموعة ديال الحوايج من بينهم تحسين النطق تحسين السمع ديال واحد المجموعة ديال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كذا تحسين من الأداء الحركي لواحد المجموعة ديال الأطفال وكذا الدعم النفسي ديال الأطفال.